انما حد قال لي ان انت كنت بتحب معرفش بقى عشان تضايق والدك ولا تغنيها بينك وبين نفسك اغنيتي حضره العمده <تصفيق> <تصفيق> ده هو كان بيحبها دي كان يعني بيحب عمرك, غ... عمرك ما غنيتها له لا 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 هو أوم... عمره ما سمعني وانا بغني عمره ما سمعني وانا بغني رغم يعني هو أه كان يسمعني في التلفزيون مثلا يشوفني في التلفزيون لما لا يمكن تغني قدامه حتى بعد ما اتصالحته خالص خالص وفضلت محافظ على دي لغايه ما توفي عارفين زي زي اللي بيشرب سجاير ابوه عارف انه بيشرب سجاير بس ما يدخلش قدامه بالظبط هي دي انا فضلت آه. محافظ على نقطه الاحترام وعلى آه الـ 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 رغبته آه. انه ما يخلي او ما يشوفنيش اغني او ما مش عايزني اغني لغايه ما توفى ما شافنيش ابدا على المسرح غير في التلفزيون او سمعني في كاسيت بس م. دي هي الحاجه الوحيده يمكن ان انا ما اعرفش هو كان عايز ممكن يكون كان عايز يشوفني بس انا استحاله كنت اعرف اغني وهو قاعد استحاله استحاله كنت اعرف اغني وهو موجود